طيب في محاضرة اليوم إن شاء الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم هناخد مع بعض جمل الإخراج في لغة جافا بشكل استخدامي على مادة خاصة. في المحاضرة اللي فاتت أخذنا جمل الإخراج هي برينت لاين أو برينت، وعشان نحتاج كنا نطبع أربع أو خمس جمل نحتاج نستخدم أربع أو خمس أوامر من برينت وبرينت لاين. تمام، وللتذكرة كنا نطبع كتاب، لو عايز أنا أعمل جملة طباعة تمام كنا نعمل جملة طباعة بالتالي، كنا نقول له system.out.print أو print line تمام، الشكل اللي قدامك هيك كنا نقول له system.out.print أو print line، وأفتح الأقواس وجوا الأقواس أعطيه النص اللي عايز أطبع. تمام، في الاخر لازم يكون في عندي فاصلة مربوطة ولا تنساهاش. تمام، كل امر في اوامر جافا لازم ننتهي بفاصلة مربوطة سيمي كولن. واضح كلامي؟ طيب، اقول لكم في المحاضرة اللي فاتت كنا عايزين مثلا اطبع انا اسمي ومكان سكني وعمري ووظيفتي و كنا نحتاج كل المعلومة هذولا نحطها في ايش؟ في امر عشان يظهروا في البرنامج. في محاضرة اليوم هنشوف كيف أنا ممكن أطبع أربع أو خمس أسطر أو أكثر بجملة واحدة فقط، جملة واحدة فقط. كيف يتم الكلام هذا؟ قال لك في لغة جافا في عندنا مجموعة من العلامات الخاصة، مجموعة من العلامات الخاصة. إيش يعني علامة خاصة؟ العلامة الخاصة هي عبارة عن إشارة أو رمز بينحط جوا النص، هذا الرمز له معنى ثاني. له ايش؟ له معنى ثاني. ايش يعني معنى ثاني؟ يعني انت على سبيل المثال لما تشوف هذه بتقول لها سلاش، لما تشوف عليها ان بتقول لها سلاش ان، صح كده؟ هذا معناه الاصلي، هذا معناه الاصلي، بس سلاش ولا حرف ان. لكن هذول الحرفين لما يجوا مع بعض في لغه جافا جوا النص بصير لهم معنى خاص. معنى ايش؟ معنى خاص. ايش المعنى الخاص يا ترى؟ المعنى الخاص انه هذه الاشاره لما الكومبايلر يشوفها جوا النص بيفهم مباشره انه هو عايز يعمل سطر جديد. يعني الكومبايلر اللي بيطبع الكلام والنص وما شابه وهو بيقرا في الكلام وبيطبعه، لو شاف باك سلاش ان مباشرة بيعرف انه التالي اللي جاي بعد الباك سلاش ان حدا هيحطه وين؟ سطر جديد. زي ايش يا استاذ؟ وكيف الكلام هذا؟ تعال شوف. يعني لو كان في عندي انا جملة طباعة كالتالي، جملة طباعة كالتالي، قلت له سيستم، طبعا احنا خد بالك الكلمة هذه مهمة تعرفها، انا حطها لك في السلايد وحطها في الفيديو ونحكيها لك تاني. الأوامر والنصوص في لغة جافا هي عبارة عن سنسيتيف. إيش يعني سنسيتيف؟ يعني حساسة لحالة الأحرف. إيش يعني حساسة لحالة الأحرف؟ يعني الأس كابيتال لا تساوي أس سمول. يعني إيه كابيتال لا تساوي إيه سمول؟ هذا معنى وهذا معنى. عشان هيك ما ينفعش أنت تقول أي أمر حالة الأحرف فيه مختلفة عن الطبيعي. معروف ان السيستم اول حرف كابيتال لازم تحطه كابيتال. لو حطيناه سمول مش هيتعرف عليه. طيب سيستم دوت اوت، الاوت كلها سمول، دوت برنت لاين، برنت لاين كلها سمول تمام، او برنت هيخليها برنت المره هذه، وبفتح الاقواس واحط النص اللي بدي اياه. بدي اقول له مثلا ماي نيم إيه محمود. بعديها لو حطيت انا باك سلاش ان هنا فالكلام اللي بعديها ايش هيصير فيه؟ هيطبع في سطر جديد. هقول له ماي ايج إيه مثلا 29. الان الجمله اللي امامك هذه فيها كم جمله طباعه؟ واحده صح ولا غلط؟ جملة طباعة واحدة هي سيستم دوت اوت دوت برنت، وجواها في جملة واحدة ماي نيم از محمود، وفي علامة اسمها واحدة
سلاش ان واي ايج اس 29. لما انفذها الجمله هذه بتطلع معايا في لوحه الاخراج او في الاوت بوت كالتالي: ماي نيم از محمود وتحت ماي ايج اس 29. رغم ان هذه مالها؟ ابن انت مالهاش دعوه بريت او بريت مش هتفرق. طب جوه ليش خوع الجمله على جملتين؟ لانه هذه العلامه لما يشوفها الكومبايلر بيفهم انه الجمله التاليه، بيفهم اطبع ما يلي في سطر جديد. اطبع ما يلي في سطر جديد. هذه علامه من العلامات. طيب احيانا انا بكون عايز اطبع كالتالي، احيانا بكون عايزين نطبع مثلا البيانات تبعتي ومش عايز اقول له ماي نيم از كذا، بدي اقول له ماي نيم وحط باك سلاش بس. يعني احيانا الواحد بيكون عايز يطبع كالتالي، عايز يقول ماي نيم ومش عايز احط نقطتين او از، ايش بعمل؟ بحط باك سلاش بتصير ولا بتصيرش معانا؟ بتصير. طب افرض الشاب هذا اسمه نائي. اسمه ايش؟ نائب. في الحالة هذه الكومبايلر هيفهم الكلام هذا، هيفهم الباك سلاش هذه على انها باك سلاش ولا عشان بعديها ان؟ هيفهم انه سطر جديد. هيفهم انه سطر جديد. ليش؟ لأن هو مترجم الكومبايلر مبرمج على انه وين ما تلاقي جوه النص باك سلاش وبعديها ان افهم انها سطر جديد. طيب واللي عايز يطبع الشكل هذا ايش يعمل؟ بعد البرنت. تمام؟ بعد البرنت. بعد البرنت هنا؟ بعد البرنت على طول، قبل النص. لا ما بينفعش، هو هذا النص لازم جوا النص يكون. فيش نص برا قدام الكوتيشن، لا جوا الكوتيشن. بس طبعا المسلح قال الان حطينا برا النص. حطيتها انت هنا. قصدك برنت لاين. برنت لاين. هذه مش مشكلة اللي برا، هذا أمر. هذا أمر محجوز. أنا بتكلم لو جوا النص، جوا الدبل كوتيشن، لا كومباير باك سلاش وبعديها حرف الان، ايش عمل فيها؟ قلت لك هيفهمها على انها سطر جديد، وبالتالي تبقى واحدة، وبالتالي هيروح طبيعي على التالي هذه، هيطبع ماي نيم وتحت هيكتب اي اي ال. طيب عشان احل الاشكالية هذه ايش عمل؟ قال لك ولا شيء. لما انت عايز الحرف تستخدمه على اصله الإشارة تتكلم على أصلها، يعني باك سلاش عايزها باك سلاش مش عايزها علامة خاصة، قال لك ضيف قبلها كمان باك سلاش. باك سلاش تضيف قبلها باك سلاش بيفهم إنه باك سلاش هذه مالها؟ عايزها على أصلها، طبع لي إياها زي ما هي. طبع لي إياها إيش؟ زي ما هي. في الحالة هذه هتصير الطباعة هيك: ماي نيم باك سلاش ناك. طبعا الاشكاليه هذه مش هتصير لو كان في اصلا سبيس بين باك سلاش والان. يعني لو انا عاملها هيك هي باك سلاش وسايب مسافه وحاطط ان، مش اشكاليه. الاشكاليه هتصير لو انا عامل كده، لو انا عاملهم من غير مسافات. اسال يا استاذ. لو كانت الان كابيتال برضه غير ما تعرفش عليها عادي، بياخدها باك سلاش عليها. باك سلاش عليها؟ واضح كلامي؟ أنا احنا قلناها هنا مالها سنسيتيف، هنا حساسه لحاله العقل. هذه علامه. في كمان من ضمن العلامات احيانا بنكون حابين نعمل كلام ونسيب مسافات وبعدين كلام ثاني، زي ايش؟ التالي عايز مثلا اعمل نيم واسيب مسافه واكتب ايش؟ اسيب مسافه اكتب ادرس. صح؟ مش هيك بيعملوا الناس؟ وبيحط تحت الناس اسماء وتحت الايج اسماء وتحت الادرس ايه؟ يعني قصدي على عناوين. طب هذه المسافات هل لازم اعملها بالسبيس بالمسطره بدل نعمل مسافات؟ بينفع بالمسطره. لو اجى واحد بالسبيس بين ماي نيم واز وحاطط بالسبيس اربع خمس سبيسز مسافات بيمشي الحال بدون تبعه. طب افرض انا بدي اعمل ثمان مسافات وكذا مره بدي اكررهم، لازم اضل اعمل ثمان مسافات بالمسطره؟ قال لك لا، قال لك في علامه خاصه لو استخدمتها
تمشي معاه اللي هي باك سلاش تي. باك سلاش تي معناها تاب، عارفين تاب في الكيبورد؟ ايش تعمل له؟ تعمل له 8 مسافات، تعمل له 8 مسافات. فباك سلاش تي معناها 8 مسافات. فلو صار طالع في جملة الطباعة هنا بعد سيستم دوت اوت تو برنت صار طالع معاه 2، وبعد النيم قلت له باك سلاش تي، وبعدين قلت له ايش؟ وين باك سلاش تي؟ وين قلت له ادرس؟ تمام؟ راح يروح هذا الكلام طابعه كيف؟ نيم باك سلاش تي ايش؟ باك سلاش ادرس؟ حيطبع كيف؟ حيطبع كالتالي، حيقول لك نيم ويسيب 8 مسافات، 8 مسافات، بعدين يطبع ايش؟ ويسيب 8 مسافات ويطبع الادرس. واضح هذه مفهومة؟ طيب في عندنا كمان باك سلاش بي، باك سلاش وبعديها بي اي، هذه معناها احذف اخر حرف، احذف اخر حرف. يعني لو انا كنت عامل ماي نيم از محمود وبعديها باك سلاش بي، هروح حاذف حرف الدي من محمود، هيحذف حرف الدي من محمود، اخر حرف قبله هيحذف. واضح كلامي؟ هذه بعض العلامات الخاصة اللي ممكن تستخدمها أنت في عملية طباعة النصوص اللي بتلزمك أو تحتاجها بهيئة معينة. تعال ناخذ مثال هنشرحه على السبورة، وبعد كده هناخده مع بعض على البرنامج نطبقه لو عايزين نطبع مجموعة نجوم بشكل معين. عايزين نطبع مجموعة نجوم بشكل معين، كيف يا أستاذ؟ تحتاج